انت يعني حاله خاصه شويه، انت بتدرب فريق سان داونز او فريق الاحتياطي لسان داونز ومع المنتخب الاولمبي. يا فيري سبيشال. نعم، هي حاله شديده الخصوصيه وعمل قوي. العب ادرب فريق كبير مثل هو سان داونز، وهو مثل الاهلي في مصر، وهذه وايضا الزمالك، هي انديه لها متطلبات كبيره جدا. انت تعلم ان البرنامج الاولمبي كل 4 اعوام، بعد هذه الاولمبياد سنتوقف تماما لسنتين كاملتين، ثم ساستمر في العمل مع ساستمر في العمل مع سان داونز، لان هذا يجعل يؤهل يطور من خبراتي كمدير فني. سان داونز يمتلك فريق قوي دلوقتي. نعم، فريق قوي. قوي جدا ومليء بالمواهب، واعتقد ان السيد بيتسو موسيماني قد أرسى أسائس قوية جدا لهذا الفريق، والفريق في الوقت الحالي في مرحلة انتقالية من فريق صغير يكتسب الخبرات، وسيأتي بالنجاحات فيما بعد، لأن الهدف الأسمى هو أن نتغلب على الأهلي الذي هو أفضل فرق القارة. الأهلي الأفضل في أفريقيا. Yeah, yeah, yeah. No doubt. نعم، بدون شك.